السلام عليكم مشاهدينا الكرام في هذا البث المباشر من بلدة العيساوية وتحديدا من مندل الأسير المقدسي سامر العيساوي وأيضا مدحت العيساوي. معنا هنا والدة الأسيرين، هنا نتحدث عن ما يحصل مع سامر العيساوي بإضرابه عن الطعام تضامنا مع أو احتجاجا على احتجاز جثامين الشهداء، ومعنا هنا نتحدث عن تفاصيل هذا الإضراب. يعطيك العافية ختم رأفت العيساوي، وأنت والدة أسيرين اليوم. يعني أنا كنت والدة 7 أسرة، 6 أولادي كانوا وشيرين السابعة البنت، فاستشهد واحد كمان أنا أم شهيد. يعني الحمد لله رب العالمين. أنا دايما بقول اللي بده وطن بده يضحي، يعني طالما نحن بدنا نعيش في كرامتنا وعزتنا ووجودنا على أرضنا بدنا ندافع عنه. نعم، يعني باعتقال أبنائك استشهاد أحدهم أيضا، عانيتي مرارة الاحتلال، تذوقتي هذه المرارة. اليوم لديك سامر ومدحت داخل سجون الاحتلال، وما نسمعه اليوم عن إضراب سامر العيساوي، اليوم هو اليوم 17 على التوالي هو مضرب عن الطعام، وأيضا يتعرض للعزل الانفرادي في سجن ريمون بعد نقله من سجن النقب. تخبرنا عن تفاصيل ما يحصل اليوم مع سامر وما وصلك من أخبار عنه. نعم، سامر أضرب عن الطعام تضامن مع أهالي الشهداء المحجوزة جثامينهم في الثلاجات. يعني هذا موقف إنساني بحت، ما في علاقة في إشي تاني. سامر وأنا بطالب كل بنشدهم لكل أحرار الوطن والأحرار العالم إنهم يكونوا صوت مع أهالي الشهداء، لأنه هذا واجب إنساني. يعني على كل فرد الإنسان يحس حاله هو ابنه الشهيد اللي في الثلاجة، يحس أخوه أبوه. يعني لازم نكون صوتنا مع صوتهم اللي يرجعوا لهم جسامينهم. يعني هاد من حقهم إنهم ياخذوا أولادهم يدفنوهم ويرتاحوا. يعني أنا ما بعرفش كيف عايشين، كيف بياكلوا، كيف بيناموا، كيف بيرتاحوا وابنهم في الثلاجة. يعني ربنا يكون في عونهم. بعدين يعني ما نشاهده سامر وهو يعني قد سلبت منه حريته وهو داخل الأسر اليوم، ومع ذلك يتضامن أيضا مع أهالي الشهداء يطالب بتسليم جثامينهم. تخبرنا عن سامر. هو سامر دائما منه هو يعني صغير وهو يحب العمل الخيري، يحب يساعد في أي شيء. يعني الختيارية كانوا لما يكونوا نازلين من الباص، إحنا الموقف باب دارنا، يعني لما الختيار يكون نازلين ومعهم أغراض يحملهم عنهم ووصلهم عبيتهم، سمع حدا مريض يعني لو كان عمره حوالي 7-8 سنين بهالسن، هذا كانت عنده هاي الأشياء، فكان يروح يزور المسنين العيانين. يعني مواقفه كتير كتير الإنسانية مسيطر عليه. يعني أيضا سامر هذا ليس الإضراب الأول له، يعني هو خاض عدة إضرابات، كان هو صاحب أطول إضراب للأسرة. تخبرنا عن قلقك أنت كأم، يعني تشاهدين أيضا نجلك يخوض هذه الإضرابات وتأثيره، أيضا تأثير هذه الإضرابات على صحته. نعم، سامر أضرب 9 شهور متتالية، وكمان مرات كان ينقطع عن تناول المي. يعني أنا كأم طبعا بعد ما 9 شهور وكان يعني جلده عظم بس وكل أعضاء جسمه تلفت، ولما طلع كان بوضع صحي مش كويس، فالأطباء كانوا ينصحونا إنه هذا ما يصومش رمضان، يعني يفكروا إنه خلص هو طلع وضل راح يضل. فهو بعد كم شهر رجع أخذوه، وكمان أضرب مرة عشان تحسين أوضاع السجن وأحسن عشان البنات الأسيرات. فوعدوا إنهم يحسنوا، حسنوا من وضع الأسيرات وفك إضرابه. إنما اليوم يعني لما أضرب في بعض دكاترة كانوا مشرفين عليه لما طلع، يعني بنصحوا إنه ما يستمر في إضرابه لأنه صحته بتعود تنعكس. نعم، يعني خطر على وضعه الصحي في خوض هذا الإضراب. يعني ما هو ما بردش على حدا، يعني هو من تلقاء نفسه شو بده بيسوي ما برد. نعم، يعني هو لديه هو صاحب قرار، ويعني تضامن اليوم مع أهالي الشهداء، له مطالب يعني هي أبسط حقوق لأهالي الشهداء بتسليم جثامين أبنائهم.
انا بحترم قراره يعني، دايما انا بحترم قراره، وب يعني شو اللي اسوي؟ المفروض اني انا اكون معه، وانا بالفعل انا معه، انا متضامن معه، بالنسبه لاهالي الشهداء متضامنه معاه، وبتمنى الجميع انه يتضامن معهم بالصوت بالكلمه، يطالبوا في اطلاق سراحهم هالشهداء. هل سمح لك بالفترة الأخيرة زيارة؟ هل اطمأننتم على وضعه الصحي؟ لا طبعا هو هلا ممنوع، لا طول هو في الزلازين ممنوع زيارات. انا قعدت فتره 3 سنين ما رحتش لما كان في كورونا، وما رحتش على اساس كنت مريضه وانا اصبت بمرض خطير ونمت المستشفيات وعملت عمليات، فما كان ما كانش عندي، ممنوع اروح ممنوع. يعطيك الصحة يا رب، ألف سلام هم عليك. كانوا مانعيني أروح، يعني مش كنت أكون مريضة على العرباية وأروح أزورهم، إنما الإدارة كانت منعتني أزور. نعم، يعني وحتى هذه اللحظة اليوم يعني لم تستطيعي أيضا رؤية سامر خلال خوضه للإضراب، يعني رسالتك اليوم ومطالبك، وخاصة في الوضع الذي يعيشه سامر اليوم داخل سجون الاحتلال في داخل العزل الانفرادي تحديدا. يعني سامر هلا في الزنازين الانفرادية، وهاي الزنازين الانفرادية طبعا الجميع بيعرف شو معنى زنزانة، زنزانة مترين في مترين، يعني شبيهة بالقبر بالضبط بالضبط، فيها رطوبة فيها يعني معدومة من كل المقومات الحياة بشكل الحياة، عام. أيوة مقومات الحياة ما فيهاش فيها في، يعني بيرموا لهم قنينة هالمي وهذا هو يعني، وهلأ الدنيا برد ورطوبة وهيك، طبعا الله يكون معه، الله يكون معه دايما، أنا بدعي له في كل إضراباته، كان ربنا سبحانه وتعالى معانا في كل المرات والحمد لله، إن شاء الله إنه بيستجيبوا أو بيحاولوا إنه يرجعوا هالجثامين، والشعب بيوقف معه، شعب الجبارين اسمه، احنا شعبنا اسمه شعب الجبارين، فلازم شعب الجبارين يكون مع هدول الجبارين اللي يعني عمالهم حالتهم النفسية، أنا بحس إنه حالتهم النفسية مش مستقرة، يعني هم ضحوا بحريتهم من أجل الوطن. الشهيد يعني احنا بنحكي الشهيد أكرم منا جميعا، الشهيد ضحى في روحه، ضحى في حياته، مش من أجل نفسه لحاله، هو ضحى من أجلنا كلنا نعيش بكرامتنا وعزتنا وفي أرضنا، يعني ما لازم الكل يكون معه، أنا من النوع اللي بشجع كل الناس يحكوا لهم كلمة، يعني ما بدهمش يروحوا يحاربوا، بدهمش يحملوا سلاح ويروحوا يحاربوا، هم بدهم يحكوا ويرفعوا صوتهم مع صوت أهالي الشهداء اللي ربنا يا الله يصبرهم هالأهالي. آمين يا رب. إذن هي رسالة هنا لأيضا المطالبة بأبسط حقوق أهالي الشهداء، وهي تسليم جثامين أبنائهم، هو ما يعني السبب الأساسي الذي يخوض اليوم سامر العيساوي إضرابه عن الطعام لليوم 17 على التوالي. شكرا لتواجدك معنا وعلى هذه الرسالة، أتمنى أي الحرية لسامر ومدحت وأيضا لجميع الأسرى. نعم تفضلي. مدحت يعني قضى 27 سنة في السجن وطلع بعد 3 أشهر عودوا رجعوا أخذوه، كان حتى طلعته يعني هو خلص حكمه، لازم المفروض بعد الأسير يخلص حكمه يرجع على بيته على أهله، مش يبعدوه على بلد تانية على يروح يقضي أشهر، فهو الأشهر اللي كان 3 شهور هدول كان مبعد فيهم. لا يعني وما عاشش معانا، عودوا اعتقلوه هلا له 10 أشهر في السجن. نعم بعيد عن منزله عن مدينته، ومع ذلك ايضا اعادوا اعتقاله. له مرة وبنت. يعني بنته هلا صار عمرها 9 سنين ما عاشتش معه الا 3 شهور، يعني لما اخذوه بتقول لي يا تيتا طيب هم اخذوه 27 سنه، يخلوا لي اياه 27 سنه انا كمان اعيش معه. يا الله. وهي صغيره يعني شوفي هالحكي. يعني طفله كل ما تريد ان تعيش مع والدها في منزل واحد، حتى في الفتره التي خرج من السجن لم يستطيع ان يعيش في منزله وفي مدينته، اذا هذا جزء من ما يعيشه معاناه الاسرى المقدسيين وتحديدا عائله العيساوي.
العيسوي يعني، ويعني أيام عصيبة وسنوات طويلة من المعاناة التي عانتها عائلة العيساوي هنا باعتقال أبنائها، استشهاد أحد أبنائها أيضا، يعني لم يسلم أحد من انتهاكات الاحتلال بحقهم يعني. ومن هنا من منزل عائلة العيساوي تمنى الإفراج العاجل عن جميع الأسرى، وخاصة الذين يعني يخوضون إضرابا مفتوحا عن الطعام مثل سامر العيساوي الذي يعني يخوض هذا الإضراب لليوم 17 على التوالي للمطالبة بتحرير جثامين الشهداء الذين يحتجزهم الاحتلال في ثلاجاتهم.